أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، أطلب وجهك ده كفاية، كفاية أنظر وجهك ده شفاية. مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا، مش مستني يا رب منك إلا سيرك. أطلب وجهك شعب الرب معنا، أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، ده كفاية أنظر وجهك ده شفاية. مش مستني يا رب منك، مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا. تحت ظلك نتواعي، نمشي معا ولا نتباعي، تحت ظلك نتواعي، نمشي معا ولا نتباعي. قلبي مريض بحبك ربي، مبيشبع منه كفاية، قلبي مريض بحبك ربي، مبيشبع منه كفاية. أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفاية، أطلب وجهك ده كفاية. شكرا. مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا، مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا. كل ما فيا بيشتاق لي لجلسة عندي قدم، قول من قلبي كل ما فيا بيشتاق لي قدميك، احكي لك بشوقي وانت تحكي بالروح جوايا، احكي لك بشوقي وانت تحكي بالروح جوايا. اطلب وجهك ده كفاية، انظر وجهك ده شفايا، شفايا. مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا، مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا. قول من قلبي يلا، غنى وكرامة أعطيتني، قنية فخرة أغنتني، هللويا. شبعاً أنا مش طالب إلا أنت، أنت تاجي وهنايا، شبعاً أنا مش طالب إلا أنت، أنت تاجي وهنايا. أطلب وجهك ده كفاية، أنظر وجهك ده شفايا، شفايا. مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا، مش مستني يا رب منك إلا سيرك ويايا. حب يسوع، حب يسوع واضح معروف، حب ملاني وطرد الخوف، حب يسوع واضح معروف. حبك دوا حقيقي موصوف، بلقى في كل حماية، حبك دوا حقيقي موصوف، بلقى في كل حماية. أطلب
مسيرك وياي هنخاف من ايه والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الايام طب ليه بنخاف لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه ده بايده شايلنا ومليل عايز اسمعك هنخاف من ايه هنخاف من ايه ساكن فينا كل الايام طب ليه بنخاف لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه ده بايده شايلنا ومالينا سلام حوالينا اصوات كتير لكن فوقها اله قدير عالي موجود غير محدود ايوه قول معاه صوته اقوى بالمياه لتسكت كل الجبال ويقول يكون فيكون حوالينا اصوات كتير لكن فوقها اله عالي موجود غير محدود تزبط كل الجبه ويقول يكون فيكون هنخاف من ايه هنخاف من ايه والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا كل الايام طب ليه بنخاف عن حبه ده بايده شايلنا ومالين هنخاف من اللي سمعته يلا هنخاف معانا وساكن فينا طول الايام طب ليه لما راضي ولدي راح يفصلنا عن حبه ده بايده شايل ومالينا سر يا نرفع رايه الايمان يلا رافعين رايه الايمان مهما تحدانا العايا يهوى لكل سلطان راح ننطق كلمات حياه وهنعلن يوجد بينجي من الموت حنان رفعي رايه الايمان مهما تعدى يهوى لكل سلطان رح ننطق كلمات حياه وهنا يوجد بينجي من الموت حنان حبه ده بايده شايلنا ومالينا سلام هنخاف من ايه نسمعكم هنخاف هو معانا وساكن فينا طول الايام طب ليه بنخاف حوالينا اصوات كتير قول معايا يلا حوالينا اصوات لكن فوقها إله قدير عالي موجود غير محدود هللويا صوته أقوى من المياه بتسكت كل الجبه ويقول يكون فيكون حوالينا أصوات كتير إله قدير عالي موجود غير محدود صوته أقوى من المياه بتسكت ويقول يكون فيكون هنخاف من ايه هو معانا وساكن فينا طول الايام ليه عن حبه ده بايده شايلنا ومالينا عن حبه ده بايده شايلنا ومالينا سلام
يظهر أعداؤه مغلوب قام وغلب بغلبتنا اللي انكسر بصليب مرزون قام وكسر شوكت للخاف طيب اللي انتظر أعداؤه مغلوب قام وغلب بغلبتنا اللي انكسر بصليب مرزون قام وكسر شوكت منا عدم الفساد نلبس جسد لعدم الموت لجسد سماوي في الأبيات ده أم فتح لنا الملكوت حملوا يا أم وهم لحياة أم أجلسنا معا يا جبال الشر مسيرك يوم تنهاري
جبال الشر مسيرك يوم تنهاري ومسير الفجر يهل بشمس نهاري اليوم الجاي في مشواري قول له ساعدني اليوم الجاي في مشواري راح اغني الحق في اشعاري عالوتر الحي في اوتاري متشدد بالوعد الساري عالوتر الحي في اوتاري متشدد بالوعد الساري وضمان الوعد معاه وضمان الوعد معاه حي هو الرب الهي اللي انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه اللي انا واقف قدامه سيد الملك اللي انا عايش قدامه اللي انا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان وانا محتاج شيء من انسان ده مكفيني سلام حي هو الرب اللي انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه انا عاكف على المكتوب انا عاكف على المكتوب انا بشهد ليسوع المحبوب واتشارك في الام انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش نسمعكم يلا حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه انا شايف اخر المشوار اكيد اكيد انا شايف اخر المشوار والحد الشر ما ينهار انا هرفع علاو انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه انا عارف ايمان انا عارف ايمان منين جاي وهشوف الكل يقين زي ما وعد كلامه حي هو الرب اللي انا واقف قدامه حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه حي هو الرب اللي انا واقف قدامه حي سيد الملك ايه انا واقف مستني وعود انا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود هو نقف كده صفين في العود ونعلم الاغاني هو الرب الالهي انا واقف قدام حي سيد الملك اللي انا عايش خدام حي هو الرب الالهي اللي انا واقف انا واقف قول تاني انا واقف مستني وعود تتحقق والمجد يعود ونقف كده صفين بالعود ونعلق الاغاني حي هو الرب الالهي اللي انا واقف قدام حي سيد الملك اللي انا عايش خدامه حي هو الرب الالهي اللي انا واقف قدام حي سيد الملك عايش خدامه هاليلويا حياتنا عايشينها للي فدانا نستنى يجيب نوره ويملانا والايام كلها هو معانا والمسيح عالساحة جاي لينا
حياتنا عايشينها للي فداك نستنى يجي بنوره يملانا والايام كلها هو معانا والمسيح يجي لبيتنا يودينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح وسهري السحاب جاي لينا أرضنا في أواخر الأيام والعلامات بتخبر قبل الكلام والمكتوب أو المسيح قالوا ما خب علينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح والسهر يلا نسمع الدموع هو بإيده هيمسحها والأجساد نورانية هنلبسها والأكاليل والمسيح مجده هيملى علينا يا كنيسة افرحي جاي السحاب جاي لينا ونعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم لبيك والغربة لسه أو المسيح هو كل ما لينا يا كنيسة افرحي جاي المسيح نعيش له وقلوبنا في السماء ونعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم قول من قلبك تاني ونعيش له وقلوبنا متعلقة بيه كل يوم لما يجيقه يقربنا والغربة لسه ما بتشوقنا والمسيح هو كل ما لينا وسهره والمشير فرحته بالتسبيح والمسيح عالسحب جاي لينا هاليلويا هللو 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 يا 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 هللو 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 ايوه هللو 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 أنت هو الكرمة أنت خبز الحياة أنت هو الباب أنت هو الطريق أنت هو الحق أنت هو الحياة هللو 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 يا هللو 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 يا شعب الرب لهيب نار عرشك عرش النعمة عرشك عرش العظمة
عظمتي عرشك في السماء عرشك في الأعالي عرشك منذ القدم عرشك إلى الأبد عرشك رب يسوع أنت إله بري أنت إله عزاك أنت إله رجائي أنت إله المجد أنت إله قوتي أنت رب يسوع هللو 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 يا هللو 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 الحياة ربي أنت صخرتي صخرك هو ستري سترك هو بري برك هبة الحياة هللو 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 سبح الرب هللويا 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 رئيس
هللويا مجد وإكرام عزا وبهاء قدرة وإجلاء لرب ال... ده في وسطينا يا شعب الرب هللويا مجد وإكرام عزا وبهاء قدرة وإجلاء لرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وإله كمان وإله كمان مبارك اسم الرب هللويا 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 امين هللويا 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 بتعرفوا تقولوا هللويا في ناس كده بيطلقوا عليهم يقول لك بتوع الهللويا انا عاجبني قوي ان في ناس يتقال عليهم كده انا فخور ان اكون متابع الهللويات ديت هللويا لان هللويا لغه السماء لغه السماء يعني حاجه جميله ان شعب الرب كله يكون بيقول هللويا ويهتف بالهللويات عندنا قسيس جميل لما تتصل بيه يقول لك هللويا على طول هللويا مبارك اسم الرب رب صالح جدا واحنا ملتفين حواليه بيزيح كل هم وغم وحزن ويفرح قلوبنا جميل هو جميل ما اعظمه وطوبى للشعب الذي الرب اله يبختنا بيه ويعزنا بيه مبارك اسمه للابد انا نفسي وطبعا عايز اشكر اخويا فايز عدل على الوقت الجميل مسحة دايما بما انك واقف ما نزلتش بقى هنستغل وقفتك يعني انا النهارده عندنا وعظ جميل هيقدم لنا كلمه الرب هقدمه بعد شويه بس عايز اقول حاجه كان عندي مناقشه امبارح مع مجموعه خدام على فكره الصلاه لاجل المرضى والشفاء 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 وانا زعلت قوي وانا بسمع انه مرات ناس تقول هو ما عندكوش غير الشفاء وافتكرت الرب يسوع لما زعل قوي لما كان في راجل ايده يابسه في المجمع وبعدين الناس كانوا بيقولوا ايه هنشوف ويشفي يوم السبت بقى ولا لا يشفي اي يوم ما عدا يوم السبت فمستنين عارف الكتاب قال ايه الرب غضب على غلاظة قلوبهم قصات قصات مفيش رحمة بوجع الناس وألم الناس
إذا ربنا اداك قلب رحيم تشعر بألم الآخرين، تشعر بوجع المتألمين. فأنا شخصيا بتألم جدا جدا مع الناس، وأنا بسمع قصص مؤلمة ما عنديش بديل غير أني لازم أصلي لأجل أخواتي. بقول نفسي لو بدلت الأماكن، لو أنا مكان فلان هبقى نفسي الناس كلها تصلي عشاني لأني متألم. مش عارف أنت بتشعر بالآخرين ولا، بس على فكرة واحدة من الحاجات اللي ربي بيشتغل بيها في حياتك أنه يغيرك تشعر بالآخرين. ما بقاش عندك قلب غليظ، وعندك قلب مليان رأفة ورحمة مع المتألمين. أمين. فلما يكون واحد عنده ابن مريض ولا بنت مريضة موجوع عليها، ما نشاركوش ألمه ونصلي معاه، نتحد بيه، إن ربنا يكون بيتمجد معاه. أنا عايز نعمل ده في الدقيقة اللي جاية، لأن في ناس بعت لنا فعلا النهاردة أكتر من حد بعت للصبح على حد هيعمل عملية قلب مفتوح الأسبوع ده، وخطر جدا وتحديد تدخل إلهي. أمين. ولاد صغيرين بأمراض محتاجين تدخلات إلهية قوية. أنا مش برضه أقول أسماء على المنبر، لأني لما الناس تقول لي أقول، ما بقدرش أقول حد يقول لي على اسم عشان بحترم الناس مرات ورفضة تقول أسماء، بس أنا عارف الأسماء اللي بعتها قدامي دلوقتي، وعايزين نتحد لأجلهم في الدقيقة اللي جاية بإيمان. ومهما كان اسم الحالة، سواء ده نفسيا، أنا عايز أعلق على نفسيا عشان أنا هركز قوي الأوقات اللي جاية، في ناس محتاجة شفاءات نفسية. يا أحبائي، الجسد والنفس بيمرضوا وبيحتاجوا إلى شفاء، وأتعاب النفسية مؤذية جدا وصعبة جدا، بس الرب أعظم منها ويقدر يشفيها، وما فيش مستحيل عنده. وهنشوف شفاءات لأمراض نفسية كتير، وهنشوف الرب بيغير مشاهد طبيا مستحيل، عقليا منطقيا، وسنوات سنوات، ورب يحط حد ليها باسم الرب يسوع. أنا عايز في الدقيقة اللي جاية هنصلي مع بعض، وهنقول كلمات ترنيمة نوعاً إيماننا فيها، وهنحط أسماء. لو أنت جاي مريض الاجتماع ده ونفسك إن إحنا نصلي عشانك، هنصلي لك دلوقتي. ولو عندك حد جاي وتقول يا ريت تصلوا لاجل فلان، هنصلي له دلوقتي حتى لو ما قلناش الاسماء، بس انت اعمل كده معانا. غمض عينينا في الدقيقه اللي جايه كده، واحنا هنعلن سلطان الرب لا يعثر عليها امر. اكتئابات نفسيه، توحد، مش عايز اقول اسماء، بس كل اسماء الامراض النفسيه وأمراض جسدية هنحطها قدام الرب بأنواعها، خفيفة وبسيطة وتقيلة، بتاخد أدوية أو ما بتاخدش أدوية، يد الرب القديرة تصنع عجبا باسم الرب يسوع. تعال نحط الأولاد الصغيرين المتألمين، اللي أنا عايز حتى صلي لأهليهم، عايز صلي لأجل بابا وماما وجد وتيتا اللي منزعجين على أطفال وموجوعين على أطفال. نرب يديهم سلام غير عادي، ونرب يتعظم، ورب ينهي على ألام وأوجاع، ورب يغير مشاهد، رب يعمل عمليات جراحية. هل بيعمل كده؟ نعم رب بيعمل كده. هل بتتغير تحلب إشاعات؟ نعم يا أحباء، يا ما عمل كده، يا ما عمل كده. وبيشفي بالأدوية، أيوة وبيشفي بالأدوية، وبيشفي بعمليات، أيوة وبيشفي بعمليات. اللي مفروض طبيا نسبة نجاحها ضعيف، رب يتعظم وتنجح عشان إيد الرب تمتد بقوة غير عادية في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع اعلنوا اسمه العظيم يهوى رفا. قول يهوى رفا، قول رب الشافي، انطقوا بالاسمه أنه يشفي. حمل أمراضنا، أوجاعنا، ليطلق لنا الشفاء. الشفاء حقنا في المسيح، يسوع دفع ثمنه في الصليب، حقنا في المسيح. شفاء باسم الرب يسوع، شفاء باسم الرب يسوع. ألام تختفي ولا تعود مرة أخرى باسم الرب يسوع. جسديا، نفسيا،
اوه هللويا يا رب. ناس مريضه في وسطينا قوه تخرج منك ليهم الان لشفاهم. حريه وشفاء، حريه وشفاء، حريه وشفاء باسم الرب يسوع المسيح القادر على كل شيء. حريه وشفاء الان. امراض، امراض تفارق الاجساد يا رب. ناس بتحضر معانا عبر الشاشات، قوه، قوه تخرج. اورام تختفي باسم الرب يسوع. تحليل اللي طلع وقال ان في مشكله، تحليل اللي جاي هيطلع يقول ما فيش حاجه خلاص، لان يد الرب امتدت بقوه غير عاديه. الاشاعه اللي جايه تقول اختفى، ما فيش حاجه موجوده، لان يمين الرب صنعت عجبا. شفاءات معجزيه، انت القادر على كل شيء. هللويا. كملوا صلاه، كملوا صلاه بايمان معايا. حط اسماء، انا حط اسماء، انا حط اسماء معاكم دلوقتي. هللويا هللويا. نعم نعم نعم، نؤمن. نعم، وحدك وحدك صنع عجائب وصنع معجزات. اؤمن اؤمن يا رب باسم الرب يسوع. وحدك صنع عجائب تجرى باسم يسوع. مبارك اسم. ولا حاجه بتقوى عليك، انت رب القوى. تفتح عينين الاعمى وتقوم الاموات، وتهد البحر بكلمة يا عجيب. مجدا لي، مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا لي، عملك في حياتنا رهيب. نسجد لي رفعين رايت الصليب. يا عجيب يا ابن الله، وحدك صانع عجائب وصانع معجزات. ولا حاجة بتقوى عليك، انت رب القوات. تفتح عينين الأعمى وتقوم من الأموات، وتهد البحر بكلمة يا عجيب. أنت لي ملك يا عجيب. شكرا لي، عملك في حياتنا رهيب. نسجد لي رفعين رايت على كفك. احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا ربي فيك. وحدك ضامن حياتنا، نعيشها على كفك. يا راعي انفسنا الصالح، كل اللي كان عليك يدفعنا خير ورحمه. صاحب السلطة، هللويا. خلي حياتنا شهادة ملكوت ابن الإنسان. انزلنا فعلى افكارك يا عيني. باسم يسوع كلمة تخرج الآن. يلا مين يبقى مع قائد الماء يقول له كل كلمة؟ ارفع ايدك قول له كل كلمة الآن يا رب. على أطفال، على شباب، على رجال، على سيدات حاضرين هنا أو قرايب أصدقاء لينا أو بيتابعونا على الكرمة أو أي وسائل تواصل اجتماعي، باسم الرب يسوع المسيح كلمة. أمر سماوي، أمر سماوي، أمر سماوي، أمر سماوي، أمر سماوي. هللويا. أمر سماوي الآن. كلمة تخرج من فم الرب باسم الرب يسوع. هللويا هللويا هللويا. أنت محلولة من ضعفك. هللويا.
أنت مشفية. الأوراق اللي جت للمنبر كمان متحدين بيها قوة شفاء معجزية غير عادية، قوة تحرير وإطلاق في اسم الرب يسوع. أمر سماوي، أمر سماوي، حياة 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 باسم الرب يسوع، نجاة باسم الرب يسوع، خلاص باسم الرب يسوع، شفاء باسم الرب يسوع، إطلاق للمتألمين والمرضى باسم الرب يسوع. لا عودة الألام صعبة، لا عودة الأوجاع، رب ينهي عليها. الألف والياء، الألف والياء يقول كلمة، يقول كلمة الآن. هللويا 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 هللويا. السماء بتطلع أمر الآن باسم يسوع، بإبراء 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 لنفسيات وأجساد باسم رب يسوع. لو أسباب الأمراض دي أرواح شريرة أو أمور موجهة من إبليس، نأمر باسم رب يسوع زي ما يسوع عمل، انتهر الحمى، ننتهي كل مرض باسم رب يسوع. شفا 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 شفا. أي أمراض بسبب حرب روحية لإعاقة خدام، لإعاقة خدام باسم الرب يسوع. مرات العدو يعيق خدام بالأمراض، ارفع ايدك معي وقول باسم الرب يسوع. أي خادم بيعاق بمرض سواء لي هو أو لمراته أو ابنه أو بنته أو حفيده أو حفيدته، قول معي باسم الرب يسوع المسيح هذا المرض يختفي وينتهي. لا إعاقة الخدام الرب، لا إعاقة لخدمة الرب، لا إعاقة الأبطال اللي بيخدموا الرب. إطلاق إطلاق إطلاق، ننتهر كل حمى باسم الرب يسوع. تتركها حالا، تتركها حالا باسم يسوع. الضعف، الألم، المرض يفارق الأجساد ويستعلن مجد الرب بقوة غير عادية باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع لكل المجد يا رب. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. من مصدق ان في امر جديد نبت الان؟ يس هللويا. لان الرب ده قلب الرب، كان بيقول يصنع خيرا ويشفي. حبيبي كان بيتحرك كل يوم يعمل كده ويروح لناس متالمه ويشفيها. مبارك اسمه الى الابد. تعودنا في هذا الاجتماع الجميل نحن بيبقى عندنا مشاركه في الاول قبل الكلمه، تشجيعيه او صلوه او اعلان او حسب القياده يعني. فهقول حاجة في دقائق قليلة جدا قبل ما نسمع كلمة الرب في مزمور 119. مزمور 119 نفسي في يوم من الأيام لو الرب اداني نعمة ومعونة أقدر أكتب حاجة عن صلوات من مزمور 119. روعة، كم صلوات، قصة حقيقية في مزمور 119. بصوا معايا مزمور 119 وعايز أقرأ عدد 66. عدد 66 نقرا من 65. نقرا من 65. خيرا صنعت، بتقروا معايا يعني، يلا يلا يلا. خيرا صنعت مع عدك يا رب. مين حصل معاك كده؟ رب عمل معاك. هللويا، قول هللويا. هللويا، قولها تاني وانت فرحان. بص، خيرا، قول معي يلا، خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب كلامك. ما بيعملش إلا الخير، مبارك اسمه إلى الأبد. ولما يكون في لعنة يطلع منها خير وبركة ويحول اللعنة إلى بركة. عدد بعدي 66. ذوقا صالحا ومعرفة علمني لأني بوصاياك أمنت. عايز أقف عند هذا التعبير، دي صلوة هنا بيقولوا علمني. صلوة اسمها علمني. صلوة دي متكررة في أكتر من شاهد كتابي تاني موجود، لو تقدر تروح تحب تقرأ عشان أنا مش عايز أخذ الوقت قدر ما أنا عايز أقول الفكرة ونصلي بيها. موجود مزمور 25، موجود في مزمور 143، متكررة. بس هي صلوة جميلة لما تقول له علمني علمني. خليني أقول حاجات كده كأنها جمل سريعة بس. في حاجات ربنا يعملها بسرعة، دي رسالة الأولى في الكلمة. بس الحتة دي إنه في حاجات ربنا يعملها مرة واحدة قاطعة، حدث مرة واحدة. تحضر اجتماع ده، عندك موضوع تطلع، موضوع خلصان خلص. هل ده حصل كتير جدا؟ ياما ناس قالت لي أنا دخلت الاجتماع وعندي اكتئاب. أنا في واحدة قالت لي أنا 4 سنين بتعالج باكتئاب بأدوية، خرجت من الاجتماع واحدة تانية خلاص خفت، خلاص رب كسر القصة وانتهت. يعمل كده؟ بيعمل كده. طبعا احنا نحب النوع ده، اشوف كده ببص عليك وبطمن يعني، احنا نحب النوع ده.
يعني نفسنا ربنا يعمل كل حاجه بالطريقه دي، اللي هو ايه، نخش نصلي نطلع نخلص خلاص، احلى حاجه في الدنيا دي. يا سلام لو كل حاجه كده تبقى يعني روعه. جميل، هو بيعمل كده الحقيقه، اه بيعمل كده ولسه بيعمل كده، بس مش دايما دي الطريقه. مال ايه بقى؟ في حاجه تانية اسمها بقى سكه يمشي معاك الطريق. يعني ايه؟ يعني الشفاء يحصل تدريجي، التغيير يحصل تدريجي مرات. طبعا احنا بنطبقها حتى مرات لما نقدمها في اللاهوت، بنفرق بين التبرير والتقديس. فالتبرير لما بسلم حياة المسيح، يوم ما سلمت حياة المسيح حصل التبرير ده، لحظة قبول المسيح، فأصبحت بار في المسيح، مش محتاج بقى اتبرر تاني خلاص. ليه؟ هي حصلت خلاص، بس محتاجة اتقدس كل يوم. فالتقديس عملية، التبرير حدث مرة واحدة يحدث في بداية الإيمان، لكن التقديس سكة ممشيها. يسميها الرسول بولس اللي حافظ معايا، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. دي عملية، علمني دي تندرج تحت العملية اللي هي إيه بقى؟ سكة، ياخدني يمشيني يدربني، ياخد سكة معايا عشان إزاي يعلمهاني. طيب وده مهم، ده مهم، وربنا ليه طرق. مرات يشفي على مره واحده، وزي الرجل الاعمى اللي شاف اشجار، رب راح لمسه مره تانية. يعني في شفاء على مراحل، او في شفاء على مراحل، في حاجات تقعد فيها اجتماع اتنين تلاته خمسه، وفجاه تلاقي الموضوع اللي انت كنت موجود فيه بعد شهر او شهرين انتهى وخلص، بس ما مش من اول اجتماع، وفي ناس في اجتماع واحد. لكن في النهايه الله بيعمل، سواء بالطريقه دي او بالطريقة ديت. قبل ما هقول الفكرة التانية، لازم أشرح بس معنى يعني إيه ذوقا صالحا علمني. في أكتر من فكرة جوا الآية دي، بس أنا هقول الفكرة الرئيسية بتاعتها، مش تطبيق يعني عليها كتير، لأنه الحقيقة فكرة الذوق، المؤمن ذوقيته عالية جدا. لما أقول مؤمن أقول قريب قوي، عشان بس هقول كتير الوقت الجاي. في مؤمنين كتير قوي علاقتهم سطحية مع الرب، ما بتظهرش عليهم اللي احنا بنقوله على المنبر، فبيبقى في خضة. هو مين الحقيقة؟ فين الصح؟ اللي بنقوله هنا الحقيقة، الناس بتعيشوا تحته مش الحقيقة. ليه؟ لأن المؤمن الملتصق بالرب يسمو بذوقي وبأخلاقياتي. اللي قريب من الرب وكلمة الرب، الرب ياخدك في سكة، مش عايز أقول لكم، مش عشان بس ده مش موضوع أفتح فيه، يعلي من ذوقك أخلاقياتك. ملهاش دعوة بقى بالتربية والعيلة والبيئة، ليها دعوة أنت قريب من الرب قد إيه، قد إيه أنت قريب منه. ألفاظك، كلماتك، تعاملاتك، معين ده مثلا كتابي، احترام الكبير ده أمر كتابي. طبعا دلوقتي ما بيعلموش الاباء والامهات احترام الكبير، ليه؟ ما اعرفش، مش عارف ليه، مش فاهم ايه الهدف المقدس اللي دلوقتي الاباء والاجداد بيعلموا العيال عدم احترام الكبير. ليه؟ مش فاهم، عندي ازمه عنيفه مع القصه دي، بس برضو مش وقته، هاجل برضو ده عشان ده عايز لها وقت تاني، عشان دي قصه كتابيا غلط، كتابيا مش اخلاقيات، كتابيا غلط. الاحترام مش معناه عدم، أصله زمان كانت الأباء منفصلة عن الأبناء، فلازم دلوقتي خلاص الولد بقينا أصحاب، أنا وابني نبقى أصحاب، بس في احترام. ما الاحترام بالصحابة؟ ما الاحترام بالصحابة والصداقة؟ احترام حاجة قائنة موجودة، مهما قربنا في العلاقات وتوحدنا يظل احترام فكرة قائمة، لأن الاحترام ده مش دعوة بالقصة دي خالص. أوكي، ده مش موضوعنا، لكن يعني إذا كان صالح علمني، يعني أنا عاوز تمييز، أنا عايز روح تمييز، أعرف أميز أعمل إيه هنا وأعمل إيه هنا، أقول هنا إيه وأقول هنا إيه، أتصرف هنا إزاي وأتصرف هنا إزاي. إذا كان صالح علمني أميز أعمل إيه، عايز حكمة أعرف أتصرف إزاي، أتصرف إزاي في المواقف، إمتى أتكلم وإمتى أسكت، إمتى أتحرك بالطريقة دي وإمتى أتحرك بالطريقة دي. علمني يا رب، علمني. دي ما عندناش،
صبح النهارده وفكر في الفكره دي، جاء ما اعرفش ليه جه في ذهني قديسه العذراء مريم لما قالت صرف الاغنياء فارغين. فقلت فعلا اللي حس نفسه انه فهيم وعريف وبالفهم كله ما بياخدش، والغلابه بقى اللي زي حالتنا كده اللي لك ايه ما اعرفش عايز حكمه يعمل ايه ربي يديله ايه يديله حكمه، فاللي عاوز هياخد. هنصلي دلوقتي اللي عاوز هياخد. انا عايز تمييز، اعرف اميز بين الامور المتخلفه، اعرف اميز التصرف الصحيح والتعامل الصحيح. انا محتاج، وانا بقول لكم الكلمه دي انا اول واحد محتاج، محتاج ده قوي، محتاج التمييز، محتاج الحكمه في التعامل مع المواقف. ترجمه من الترجمات المختلفه بحثت عنها في ترجمات كتير الايه دي، واحده من الترجمات جايبه حاجه جميله قوي، جايبه علمني كيف اتخذ القرارات الصحيحه الصائبه، ازاي يبقى قراراتي صح، ازاي اتصرف صح في المواقف. تعرفوا ان تصرفاتنا الغلط مرات ممكن تبوظ حاجات كتير وتاذي حاجات كتير وتلخبط حاجات كتير. محتاج الى اميز اتخاذ قرار صحيح في مواقف البسيطة. ما بحكيش عن الهجرة إلى الخارج والجواز بحكي عن حتى المواقف اليومية تحتاج مننا، لأنه ممكن موقف يومي تعمله ممكن يتعب حد، ممكن يعسر حد، ممكن تؤذي حد. أنت محتاج إلى، وأنا محتاج إلى ذوقا صالحا ومعرفة. علمني زي أخد قرار صح، ازاي اتصرف بطريقه صحيحه، ازاي يبقى عندي احكام صح على المواقف، ازاي احكم على المواقف صح، يعني ابقى عارف احكم ده كذا ولا كذا، ده كده ولا كده. انا محتاج اعرف، هو دي الصلوه اللي موجوده هنا. ده ما يحصلش زراير، امال ده يحصل ايه؟ سكه يمشيها معنا الرب، سكه يمشيها معنا. هنصليها للوقت، بس على أساس إيه؟ لو أنت عاوز السكة دي، لو أنت عاوز تعيش ده، هنصليها دلوقتي، وبعد ما نمشي من هنا خلص دوري. أنا بعد ما أخلص دلوقتي هيبقى خلص دوري، بقى دور مين؟ حضرتك. ربنا اداك العمر وصحيت بكرة ولا افتكرت الأساسي ونسان ولا معرفة ولا ذوق ولا علمني ولا دخلت في الحياة والكفاح ونسيت القصة. ده موضوعك. صحيت الصبح بكرة وقلت له أنا مش صلوة بتاعت امبارح، أنا عايز أمشي السكة دي، علمني. وجي عليك التلاتة وتقول له علمني، وانت رايح الشغل تقول له علمني، رايح تقعد قاعدة أنا بقول لك أهو علمني أقول إيه وما أقولش إيه، علمني. وهعمل تليفون، أما أمسك التليفون أقول له علمني، أما أمسك التليفون ورد أقول له علمني. بس ده قرارك عشان دي سكة. بس ممكن اشجع المخلصين اللي هنا اقول له الحاجه المهمه، ما تيأس لما تلاقي بعد ما تصلي لسه ما وصلتش للحته الكبيره فيها. اوعى تيأس، اوعى تفشل من نفسك، لكن اعمل ايه تاني؟ كمل تقول له ايه؟ علمني، انا مصر امشي في سكتي وما نجحتش قوي، مش مهم، ما تيأس. دي رساله غاليه جدا، اوعى تيأس لما تلاقي نفسك مش قادر تنجح تعمل حاجات ربنا كلمك عنها، ما تيأس بس، وما تستسلمش، لكن امسك في الرب تاني قول له مش هسيبك الا لما تعملها معايا. حد الامين معايا؟ مش هسيبك غير ما تعملها، انا عايز يكون عندي معرفه وذوقا صالحا، انا مصر على اني اعرف اتعامل بطريقه صحيحه مع المواقف والاحداث، واكون ليا فكرك وروحك وقلبك وعيش الحياه اللي بتمجدك فعلا، لانه انا ربطتها وانا بفكر فيها بعلمني ان اعمل رضاك. مزمور 43، علمني ان اعمل رضاك، روحك الصالح يهديني في ارض المستوى. علمني اسرك، لأنه وانت بتعمل الذوق والمعرفة دي، دول عبارة عن ناحيتين. التعليم ده من ناحية الله هتسر الله، ومن ناحية الناس هتبقى بركة في وسط الناس. مين يقول أمين معي؟ فأنا عايز أسر الله وأكون بركة للناس. حد جوه قلبه للحاجة دي يبقى هتصلي الصلوة دي. لو جوه قلبك ده عايز تسر قلبه، تحبه عايز تفرحه، أهو قول له علمني أعمل رضاك، وعلمني ذوق وديني ذوق صالح ومعرفة في تعاملي مع الناس ومع الأحداث ومع المواقف عشان أكون بركة. وافتح عيني وبكتني على حاجات تقولي ده مش أنا، ده مش قلبي، دي مش لغتي، ده مش أسلوبي،
ده مش طريقتي. لو انا موجود ما اعملش كده فاتغير. حد قال امين معايا؟ بس ما تيأس. امين. تيأس، امشي السك، منهج. انا هو بقول لك اهو، هو سك تمشي شيه، هتتغير من مجد الى مجد. طب بس انت لما قلت الجمله دي كده ريحتنا، يعني ما تيأس فخلاص بقى على مهلك. لا، هقول لك اخر جمله. يلا قبل ما نصلي، عشان تحصل ده في حياتك لازم تعترف باخطائك في كل مره بتاخد حكم غلط او قرار غلط او تصرف غلط. لازم تقول اخطات. مش هيحصل تغيير غير ما تقول اخطات. ايوه، ما كانش المفروض اقول الجمله دي. ايوه، ما كنت المفروض ما اعملش الموقف دوت. ايوه، قلت غلط. ايوه، رديت غلط. ايوه، تصرفت غلط. ان لم تعترف بخطئك ما بتتغيرش. فلو عاوز المنهج ده يمشي في حياتك، انا قلت واحد، في حاجات بتحصل حدث وفي حاجات عمليه تاخد وقت. طيب العمليه دي واحنا ماشيين في سكه التغيير دي، ما تيأس لما تقع. قوم وما تفشلش، وامسك في الرب وقول له منتظرك، انا عاوز اتغير. ثلاثة، اعترف بأخطائك لما يكون بتتحرك بطرق أحكام غير روحية. جبت منين الفكرة دي؟ المجتمع غلط، الناس كلها تقول غلط، أي حد يعمل كده غلط. ما ليه؟ الكتاب ما قالش، المسيح ما قالش، لا ده روح المسيح ولا ده فكر الله ولا ده كلمة الله، دول اللي راجع عليهم. طب لو دول بره كده أقول أنا غلط، أخطأت. طب وبعدين لما اعترف بخطئي اروح للرب اقول له انا مصر على التغيير، انا رافض اكمل زي ما انا. على فكره انك تكمل زي ما انت اسهل حاجه، انك تحب تتغير سكه مش سهله، وفيها بتزنق نفسك وتقول نفسك غلط وبتواجه نفسك. واحلى حاجه في الدنيا ايه؟ انك سايب نفسك كده على مزاجها كده عادي، والدنيا ماشيه برقاوي، ونشكر ربنا وربنا طيب وربنا حنين وكله كويس ويلا. دعك صح لأتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. وده عايز مواجهة مع نفسي، أو نفسي أنت غلطان، أنت غلطان، وأتوب واعتذر واعترف وأقول للرب مصر على التغيير. طب وأعمل إيه؟ أجي الاجتماع ليه؟ عشان هنا في حضور ربنا بيغيرني. وأفتح كتابي ليه؟ عشان أنا قدام الكتاب أتغير. وأركع قدامه ليه؟ عشان أنا راكع قدامه بتغير. واجي اجتماع الصلاة يوم الثلاث ليه؟ عشان في حضوره بتغير. أنا هجري على الأجواء الروحية اللي فيها بتغير. هتختبر نقلات من مجد إلى مجد، وهتبقى بركة لكل اللي حواليك، والرب هيفرح بيك ويسر بكل ما تصنعه. مين قال أمين معايا؟ مين جاهز للصلوة دي؟ مين عايز يقولها؟ أنا هغمض عيني وهنصلي دقائق صغيرة بس هامة جدا جدا. تعالوا نغمض عيني الأول. يلا، مين يشعر بالعوز للحكمة والتمييز؟ اللي عنده عوز يصلي، اللي حاسس ان هو مش محتاج اقعد ساكت اتفرج علينا، اسرح في اي موضوع عقبال ما نخلص الخمس دقايق دول. لكن اللي عنده عوز افتح فمك معايا، اللي عنده عوز امسك في الرب معايا، قوله انا محتاج قوي الى روح التمييز، انا بتلخبط، انا ما بعرفش عارف من الصح من الغلط، انا محتاج روح التمييز، محتاج روح التمييز. أنا محتاج تعقل، أنا عايز يبقى عندي تعقل، كلماتي وتعاملاتي فيها تعقل، فيها عقل، ما فيهاش اندفاع، ما بقاش مندفع وسريع الكلام والأحكام والعنف، أبقى متعقل. يا رب اديني حكمة، إمتى أقول وإمتى أسكت، وأني طريقة وفي أي مكان احتاج لحكمه. مين هنا يعوزه حكمه؟ يلا يلا فرصه، ارفع ايديك قول له رب انا تعوزني حكمه، انا طالب النهارده اقول لك علمني، انا طالب النهارده اقول لك دربني، دربني يا رب، خد بايدي يا رب، خد بايدي، خد بايدي، افتح عينيا. روحك القدوس انا بطلب روحك يا رب، روح الحكمه والاعلان يملأني ويغيرني ويغير طريقتي. بكتني يا رب، بكتني على كل حاجه مش عاجباك، على كل ردود نشفة وعلى كل تعاملات صعبة وعلى كل أحكام قاسية وعلى كل طرق مش من عندك. يا رب أنا محتاج أتعلم ده، علمني إزاي أخد قرارات صح يا رب، في تعاملاتي مع الناس، في تعاملاتي مع المشاكل، في تعاملاتي مع الفلوس، في تعاملاتي مع الاحتياج، في تعاملاتي مع الأزمات. يا رب أنا محتاج تعلمني إزاي أخد قرارات صح، ازاي ما استعجلش، وازاي ما اكونش بطيء متردد،
لكن أكون في وقته، بتحرك وراك في الوقت. يا رب راجعني لو عندي طرق مغلوطة، يا رب راجعني لو عندي أساليب مش من عندك، في الشغل، في البيت، في الخدمة. يا رب من فضلك راجعني، اكشف لي يا رب. ومن حضور رب هذه اللحظات، لأنه رب حاضر يكشف ليك لو أنت مخلص. مين هنا يقول له أنا موافق أنك تكشف لي؟ قول لي ده كبرياء، قول لي دي قسوة، قول لي ده كلام ما فيهوش نعمة، لأنه كلامنا لازم يكون مليان نعمة مملح، ليه طعم كده. يا رب أنا ردي بمردي بيبقى ناشف، أنا عايز أقدم توبة وقولك غيرني وعلمني ردودي ما تبقاش كده. يا رب اديني تمييز أعمل إيه في المواقف، علمني إمتى أسكت عشان حكمة أني أصمت. مرات كتيرة صمتك بيبقى أعظم حكمة. يصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمان الذي. وعلمني أنت تكلم، ولما تكلم أقول إيه وما أقولش إيه وأقولها إزاي. علمني يا رب، علمني يا رب. يلا صل، يلا صل. أنا عارف صلوة دي غريبة شوية لكن مهمة جدا، مهمة قوي قوي قوي. حياتك هتتنقل لو صليت الصلوة دي من قلبك وانت بتقول له ذوقا صالحا ومعرفة. علمني يا رب، علمني الزاويات، علمني أقول إيه وما أقولش إيه، علمني ما نقلش كلامي يولع الناس في بعضها عشان ده شر، ده زارع خصومات بين إخوة. علمني، علمني، علمني ما دينش حد عشان أنا مش مسؤول عن دينة الناس. علمني، علمني أبارك ما لعنش عشان دعيتني أبارك، حتى اللي بيلعنوني أبارك. علمني، علمني. أحب أعداءكم، باركوا لعنيكم. علمني أبارك حتى اللي بيلعن، علمني أعملها. أنا ببقى على طول عايز أرد كلمة بكلمة والغلطة بغلطة. علمني أنضبط، علمني أنضبط. غيرني، غيرني. حط إيدك عليا وغيرني. أنا مش هستسلم يا رب. مين هنا يقول معايا مش هستسلم؟ أنا مش هتصالح مع نفسي أقول أصلي ده شخصيتي، أصلي دي عيلتي، أصلي أنا طول عمري كده. أنا مش هقول الجمل دي تاني. وأنا شجعك ما تقولش الجمل دي تاني. قول هتغير بنعمة الرب، بنعمة الرب هتغير، وبنعمة الرب هتغير. حتى لو بقالي 50 سنة بعمل كده، بنعمة الرب هتغير، بنعمة الرب هتغير، 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 هتغير بنعمة العلي. في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. قدوس، هللويا، قدوس، هللويا، هللويا، قدوس، قدوس، يسوع قدوس، يسوع قدوس. سيدي أعبدك من كل قلبي، أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وقد طهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قلني أنت بروح فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني يا رب، علمني أسمع صوتك، خذني بروحك، خذني أنت بروحي فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحي
فيراك الناس فيا يا قدوس قدوس مجدك يملأ المكان شراك نورك يا قدوس كسر كل ظلمة قدوس جميل يسوع قدوس يسوع خذني يا ربي في حماك أجده ستري في دماك راحتي عند صليبك يا قدوس أنت هو الراعي الأمين من قادني عبر السنين على كفيك نقشتني يا قدوس منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختل لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس بنية ربي وشهوتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختل لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس 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 يسوع قدوس يسوع قدوس عايز اخدم وقت ده واقف او قاعد غمض عينيك معايا وقول للرب لو بتحب اللي بيحب يصلي الصلاه دي انا مش بدعو الكل بدعو اللي عاوز لانه الحقيقه مش هتاخد الا وانت عاوز هل جواك بتقول له علمني هل جواك بتقول له علمني هل هنا حد طالب حكمه معايا هل هنا حد طالب تمييز معايا هل حد هنا حس انه كتير ما تسرع وشعر قد ايه اللي عمل له لخبطه قول له يا رب انا جاي لك زي ما انا جاي لك زي ما انا علمني علمني مش عايز اذي حد يا رب مش عايز اذي حد مش عايز اكون سبب وجع لحد علمني انا عايز اكون بركه لكل اللي حواليا علمني علمني وعايز أسر قلبك علمني عايز أسر قلبك علمني عايز أفرحك علمني علمني أقول إيه وأعمل إيه وأتصرف إزاي أنا محتاج لك النهاردة أنا بنادي عليك أنا بنادي عليك أنا بنادي عليك هذه اللحظات أؤمن إن كل حد بيصلي بإخلاص الروح القدس بيتحرك جواك دلوقتي وجاي يحط إيده على ناس هنا ويشجعها ويقول له ما تفشلش حتى لو تصرفت مرات تسرعت وتصرفت بغلط تواضع واعتذر تواضع وقدم توبة ما تقولش دي طبيعتي نفسي النهاردة تنتهي الكلمة دي ما تقولش ده طبيعتي أصل إحنا عيلتنا كده أصل أنا طول عمري كده قول النهاردة خد قرار النهاردة يبقى يوم خاص جدا بتقول فيه من النهاردة هتغير وبنعمة الرب هتغير بنعمة الرب هأطلق بنعمة الرب هأفك وأتغير باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع رب هيصنع تغيير جوه حياتي أنا هبقى عندي تمييز رائع هبقى عندي حكمة سماوية نازلة من فوق أنا برفض أي حكمة نفسية شيطانية أرضية أنا بطلب الحكمة السماوية حكمة الروح القدس حكمة المسيح تمييز يا رب حكمة يا رب تعقل يا رب قرارات صحيحة تحركات صحيحة يا رب علمني امتى اسكت وصلي بس علمني امتى اتكلم واتكلم اقول ايه وما اقولش ايه واقولها امتى وازاي وفين خد بايدي يا رب خد بايدي خد بايدي هللويا هللويا قول للرب انا بحط نفسي بين ايديك مين يعمل كده معايا مين موافق ان الرب يشتغل في حياته عشان يغيره في الدائرة ديت يغير انفعالات يغير تعاملات صعبة يغير طرق مش مظبوطة يلا يلا وانت بتصلي اؤمن ان ربنا
قاصد ليا وليكي الكلمات دي النهاردة. أنا ربنا بيكلمني، متأكد أنه بيكلم ناس كمان هذه اللحظات. تواضع وقول له علمني، تواضع تواضع وقول له أنا محتاج لحكمة فعلا، أنا مش عارف أعملها إزاي. أنا بكلم الناس اللي بقالها سنين وشايفة أن عندها خبرة، وأقول لك أنك ذكية قوي، وأقول لك أنك شاطر قوي. تواضع وقول له أنا عايز أتعلم منك، اديني حكمة ومعرفة، أقول لأ ولا أقول آه، وأقول ده إزاي وإمتى وفين. أحتاج يا رب، أحتاج يا رب، حط إيدك عليا، اشتغل في حياتي. مين يقول اشتغل في حياتي؟ اشتغل في حياتي، غير فيا، شكل في إنائي يا رب، شكل في إنائي يا رب. بنعمتك بنعمتك رب عايش شجعك ما تفشلش النهاردة، رب عايش شجعك ما تيأس النهاردة. رب بيشجع ناس هنا، قولوا اوعى تفشل من ضعفك، اوعى تفشل من ضعفك ومن وقوعك، بس ما تستسلمش وما تتصالحش مع الغلط. خليك حازم وقول لا انا مش هكمل كده، انا واثق ان الرب هيغيرني، انا بطلب عمل نعمته، انا بطلب تشكيل في انائي. شكل فيا انت الفخاري، عد واصنعني وعاء اخر، شكل في حياتي، غير فيا، غير في طريقتي، غير في فكري واسلوبي. معرفه ذوقا صالحا ومعرفه علمني. هو عمره ما فشل فيك على فكره، بعت لك الرساله دي النهارده، عمره ما فشل فيك ولا رمى طوبتك ولا قال ما فيش فايده منك طول عمرك كده. مش هيقول لك الجمل دي، ممكن يقولها لك الناس، بس يسوع جاي يقول لك هصنع منك وعاء افضل واجمل واحلى، هشكل فيك، هحط بصماتي عليك. بس سيب نفسك ليا، سيب نفسك ليا، واقعد قدامي، افتح الكلمه، كلمه هتعمل حاجات رهيبه في روحك. احضر اجتماعات، اطلب ملء الروح القدس، هتشوف الرب بيصنع تغييرات مذهله جوه حياتك. هللويا 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 هللويا. نعمته بتشكل فينا بطريقه مذهله، وعمر النعمه ما فشلت فينا ابدا، عمره ما فشل فينا. مبارك اسمك. هيعمل مني اناء جميل، هللويا، هيعمل مني اناء جميل، بيغير وهيغير. مين موافق يقول له كمل شغلك فيا، كمل عملك فيا؟ انا بحب الترنيمه دي قوي، لو نقدر نقولها، كمل كمل شغلك فيا، كمل عملك فيا، كمل عمل نعمتك فيا. انا 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 موافق. مين موافق ان رب يشتغل في حياته؟ نفسي قبل ما نقول الكلمات دي غمض عينيك كده، واقف وقاعد وصلي معايا، اقول له خد راحتك في حياتي، اشتغل في حياتي، لغتي، كلماتي، افكاري، اختياراتي، تعاملاتي مع المواقف، يا رب كمل شغلك. كل اناء مكسور متشقق، رب جمالك هيبان فيه. يلا وانت قاعد واقف كده قول له اشكرك، جمالك هيبان فيا. قول 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 معايا قبل ما ننام، هقول جمالك هيبان فيا، جمالك هيبان فيا. قول قول يلا قول، قول له جمالك هيبان فيا، وحشتي هتختفي وجمالك هيبان فيا، ضعفي هيختفي وقوتك هتبان فيا، فسادي هيختفي وقداستك هتبان فيا، هزمتي هتختفي ونصرتك هتبان فيا. هيعلن مجدك في حياتي باسم يسوع. مش هكمل زي ما انا، هو من عمل نعمتك هينجح فيا، هتنجح فيا. لا انا لسه مش شايف ناس بتقول، ارفع ايدك وقول له اؤمن انك هتنجح فيا، هتنجح في حياتي، هتغير فيها، مش هكمل زي ما انا، سيرى مجدك في حياتي باسم يسوع. هللويا هللويا. يلا رنم بايمان، رنم بايمان، نختم الوقت ده بالترنيمه دي بايمان باسم الرب يسوع. كل اناء مكسور بتشقق، ربي جمالك فيها يبان، فاضي ولكن فيك بنصدق، فيك مش بس يكون مليان. شكرا لك على دعمك فينا، تشكيلك فكتار حكيم، على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا أبو قلب رحيم. اظهر عملي النعمة في أوان مليان عيوب، بس إيديك اتمدت وبترس فيها المحبوب. اظهر عملي النعمة في أوان مليان عيوب، بس إيديك اتمدت وبترس
محبوب حبيبي كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا رجول وأواني كرامة خلينا تشكيلك هو المطلوب تشكيلك هو المطلوب نسمع ترنيمة أخيرة للوقت دوت. بسأقدم عطاء سخي للرب وعايز أشجعكم صلي وإحنا بنقدم عطيانا لأجل مؤتمر مدارس الأحد بكرة لحد الخميس. صلي الرب يدي مؤتمر قوي ويسدد احتياجات المؤتمر. كنا جايين مؤتمر لسه الجمعة جميل قوي. أقول لكم طب حاجة في ثانية قبل ما نقول الترنيمة. إحنا كان عندنا مؤتمر يومين. عارفين يعني يومين؟ يعني تقول ما مصدق ما روحنا ما جينا. بس عايز اقول لكم حضور رب كان رهيب وعمل رب. انا سامع شهادات اتبعتت لي شهادات. طب اقول لكم حاجه، انا امبارح بكيت بسبب شهادات، بكيت فعلا من اللي حصل ربنا عمله مع ناس. احنا مش عارفين نقول ناس كتيره، ما بننبهش على مؤتمرات. ليه؟ لان البيت صغير 120 اوضه، بنينا الدور الثاني بس عايز تشطيب ارقام. في ناس ما زالت لحد النهارده بتتبرع. انا فضلكم بنادي عشان عايزين ننجز القصه دي. عندي حلم ان احنا الصيف اللي جاي نفتح ويبقى عندنا 240 واحد يطلعوا، فعدد كبير يقدر يجي. الموضوع مش سهل، بس انا شفت في وادي البركه ايات وعجائب الرب بيعملها، ايات وعجائب.
لو ربنا بيثقلك أمين أنك تكون بتوجه عشورك الشخصية تقدمها زي ما الرب يديك لواد البركة، عشان الأرقام كبيرة. يعني أنا كل ما أقولهم اكتبوا لي حاجة، البند ده نص مليون، ده أصغر حاجة، البند ده مليون، اللي هو إحنا مش بنتكلم في رقم الألفات خالص، بس ولا يهمني، عندي إيمان الرب هيعمل أمور عظيمة. وشفت الرب بارك شعب، والشعب ده هنا، الشعب ده عطاء، وإحنا ما عندناش هيئات بتساعدنا، لكن الرب حرك قلوب ناس وأطفال وكبار وصغيرين، واللي استلف واللي عمل واللي حوش واللي طلع. في شاب قلت لي أنا محوشها فلوس عشان ود البركة، لسه الكلام ده الأسبوع ده. أنا عايز أشكر ربنا عليكم جدا جدا، متأكد أن الرب هيستخدمكم وهعمل هيتم، وهنحتفل أن الرب خلص الدور الثاني تشطيب باسم يسوع. عمين. صلوا قوي معنا التعبيرات بتاعت ناس حضور ربنا في البيت ده جميل. هنصلي، احنا بنصلي لأجل كل المؤتمرات، صلي لأجل كل حد بيروح البيت، صلي لأجل عاملين في البيت، الرب يكون بيكمل بقوة باسم يسوع. أمين. جاهز يا بطل؟ أوكي. هدفي أعلي
حبيبي استخدامك دايما بركه. هللويا هللويا. مبسوط جدا وجود معانا الاسيس جمال بديع من الناس الجميله، اسم على مسمى. اسيس جمال كان في مصر في خدمه ليه استخدام رائع، لكن رب قاده الى امريكا. هو بيرعى كنيسه نور انجيل في جيرسي في امريكا، وهو الاخت امال موجودين زياره في مصر زوجته، مبسوطين لوجودهم معانا. خلينا نديهم تحيه قويه. هو جاي يشارك معانا كلمة الرب، والرب يستخدمه بكلمات خاصة باسم يسوع. حد قال هللويا؟ رب صالح. السيسكو حلو قوي لما بيجي عندنا في أمريكا، بيقول عبارة أنا بحس بيها وبعشقها، بيقول أنا جاي وشايل نار. حقيقي وبجد السيس يونسان لما بيجي مؤتمرات أمريكا مش بيوعظ، لكن أنا فعلا بتلامس مع نار الحضور الإلهي. مين يحيي الراجل ده معايا النهاردة؟ تحيي جنب كده. أشكر رب كتير لأجل الفاضل أسيس ماجد، رب يباركك. بسمع أخبار حلوة عن الشباب والكنيسة اللي فيها شباب، يبقى كنيسة ما فيهاش موت. الشباب هو اللي شال حنانيا وسفيرة ومتع الكنيسة بقوة الشباب. رب يبارك الكنيسة، وامتياز كبير أكون موجود أنا وأمال في هذا الاجتماع المبارك. حط الرب على قلبي آية أحبائي في رسالة غلاطية أصحاح 6 وعدد 14، أتمنى كلنا نقولها مع بعض. تعالوا نقف كلنا احتراما لكلمة الرب، والآية قدامنا نقدر كلنا مع بعض نردد هذه الكلمات. الكلمات دي كلمات شخصية جدا، أعلنها بولس الرسول قدام تحدي، لأنه كان في تعليم رهيب بيقول الصليب ما يكفيش، فقال عن اختباره الشخصي عن كفاية عمل الصليب وافتخرنا كمؤمنين بعمل الصليب. حط ايدك على صدرك وانت بتقول الآية. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. مرة أخيرة كلنا مع بعض وإحنا بنفتخر فعلا بعمل الصليب. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. خلونا نستريح في أماكننا. أطلب من الفاضل أسيس ماجد يجي يقودنا في صلاة، وإحنا ساكبين قلبنا قدام ربنا منتظرين كلمة من العرش تلمس قلوبنا، تجدد أذهاننا، تغير كياننا. زي ما سمعنا نخرج من هذا المكان ومعنا قرارات جديدة. أنا بشكرك من أجل صوتك وكلامك اللي بترسل لينا يشدد ويعضد ويقوي، لأن كلمتك يا رب لا ترجع إليك فارغة أبدا، لكن أؤمن أنها تنجح فيما أرسلتها لينا. عشان كده يا رب أنا بصلي أنه كلمة ممسوحة تصل إلى قلوبنا. يا رب أنا بصلي أنك تفتح القلوب المغلقة زي ما فتحت قلب لدي إبلة الكلمة. نؤمن يا رب أن حضورك وكلامك وصوتك المحيي المكتوب عن كلمتك أنها حية وفعالة، تحيا فينا وتعمل فينا بقوة باسم الرب يسوع.
وفتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يا رب أنا بصلي أنك تفتح عيون أذهاننا الداخلية على كلامك وصوتك المحيي لنا. لكل قلب يا رب النهاردة بيقول لك كلمني، أؤمن أنه في رسالة حية خارقة إلى مفرق النفس في اسم الرب يسوع. أؤمن أنه في كلمة خارقة يا رب لقلوبنا والأذهاننا والأفكارنا، يحصل تغيير حقيقي في حياتنا. أؤمن أن إيدك محطوطة على ابنك الآن بمسحة ونعمة وقوة الروح القدس، لأنه بيتكلم بكلامك فمن قوة تمنحها أنت بالروح القدس الآن في اسم المسيح، آمين. بولس الرسول أحبائي قدام تحدي، تعليم رهيب، تعليم غريب انتشر في كنائس غلاطيا عن عدم كفاية الصليب. اتكلم عن نفسه وعن اختباره الشخصي وقال: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. ورب عاوز يقودنا أحبائي في كلمتين. الكلمة الأولانية: مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيفتخر بالصليب؟ والكلمة الثانية: لو عملنا حوار مع بولس، انت ليه بتفتخر بالصليب؟ يا ترى هيقول لنا ايه؟ اول ملحوظة احبائي: من الذي يفتخر بالصليب؟ شاول. شاول اللي سجل عنه الكتاب انه كان واقف وقت رجم استفانوس، كان حارس لثياب الناس اللي بيرجموا استفانوس. شاول اللي كان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. شاول اللي ما كفهوش يطلع المؤمنين من بيوتهم ويرميهم في السجون في أورشليم، وراكب حصانه وطالع جري على سوريا. وفي الطريق إلى دمشق ظهر له نور أفضل من لمعان الشمس، وسمع صوت شخصي بيقول له، حد فاكر قال له إيه؟ حد يقول معايا: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. شاول سأل سؤالين، رفع عينيه وقال له: مين انت يا سيد؟ مين يلي نورك أفضل من لمعان الشمس؟ مين يلي صوتك وقعني من على حصاني؟ مين انت؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. ده الإجابة الأولانية. والسؤال الثاني: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ يا أحبائي، شاول يفتخر بالصليب. هو ما يقصدش الصليب الخشب ولا الذهب، لكن هو يقصد العمل اللي تم على الصليب، الفداء، مشروع السماء. شاول اللي تقابل مع الرب في الطريق إلى دمشق وأصبح بولس الرسول، اللي كتب لبتوع كورنثوس وقال لهم: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. شاول يفتخر، خلي بالكم، مش بيفتخر بالميلاد العذراوي مع أن من حقنا نفتخر، ومش بيفتخر بحياة الرب يسوع المسيح مع أن ده يرفع رؤوسنا كلنا، مش بيفتخر بالتعليم مع أنه أسمى وأرقى وأمجد تعليم على سطح الأرض، مش بيفتخر بالمعجزات اللي عملها رب المجد يسوع حتى إن كان خلق عينين من الطين أو أقام لعذر بعد ما أنتن، لكن بيفتخر باللي إبليس بيعمي عينين الناس عنه، عمل الصليب. بيفتخر بعمل الصليب. شاول اللي أصبح بولس، يا ترى
السؤال اللي بيفرض نفسه عليا وعليك وعليكي وعلى كل واحد سمعنا وشايفنا، أنا بفتخر بإيه؟ يا أحبائي، بولس الرسول أسس كنايس كتير. بولس الرسول الرب متعه برؤى وإعلانات. بولس الرسول الرب استخدمه استخدامات لا نظير لها، لكن لا بيفتخر بنفسه ولا بعمله حتى إن كان عمل روحي. لكن النهاردة موجود في وسطينا من خلال كلمة الله بيقول لكل واحد اوعى تفتخر بأي أمر أرضي. يمكن بنفتخر بشهادات معينة، أو بنفتخر بأولادنا وبناتنا، أو بنفتخر ببلدنا، أو بنفتخر بكنيستنا. لكن النهاردة فوق كل هذه الافتخارات نفتخر بعمل ربنا يسوع المسيح على الصليب. أما من جهتي فحاش، يعني مش ممكن، ده مستحيل، ده مفيش حاجة أقدر أفتخر بيها ولا حاجة تسويها ولا حاجة أديها ولا حاجة تحتيها ولا حاجة فوقيها عند الصليب. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لكن النقطة الثانية والأخيرة، لو سألناه ليه بتفتخر بعمل الصليب؟ نمرة واحد، لأن شفت حب عجيب. حد يقول معايا؟ لأن شفت إيه؟ حب عجيب. لا في دين على سطح الأرض، ولا في مبادئ، ولا في قيم، ولا في أخلاقيات، ولا في فلسفات تقدر تعبر عن محبة الله اللي أظهرها لينا في الصليب. يا أحبائي، مرات الناس تتكلم عن عدالة الله ولازم وحتما ولابد، ومرات تتكلم عن مراحم الله ولازم وحتما ولابد، لكن إزاي ممكن يبقى في اتفاق وانسجام بين محبة الله وبين مراحم الله؟ يا أحبائي، الله في كمالاته ماشية كمالاته في خطوط متوازية. مستحيل يكون عدله يلغي رحمته، ومستحيل يكون رحمته بتلغي عدله. لكن فين نشوف التقاء العدل مع الرحمة وإعلان المحبة الكاملة لله في الصليب؟ في الصليب. علشان كده لما نقرأ في النبوات والإشارات اللي سجلها لنا الكتاب عن الصليب، نلاقي آية محورية قوية في مزمور 85 وعدد 10، يقول الكتاب: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. فين ده سيدنا الرب؟ في اللي كتب عنه يوحنا في إنجيله 1 وعدد 17: لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صارا. يا أحبائي، الله قال لآدم: يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، وأجرة الخطية موت، مش هزار، أجرة الخطية نار. وعلشان كده محبة الله دفعته أنه يجي في صورة الإنسان ويدفع الأجرة على الصليب. نعم، كتب بولس الرسول وقال في رومية 5:8: الله بينا محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. شاول اللي أصبح بولس يفتخر بالصليب لأن شاف أمر عجيب لما كتب عنه، قال: ما لم تراه عين،
ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعلنه الله لنا. قبلنا الإعلان اللي رب المجد يسوع أعلنه عن محبة الله. تعالوا بينا نقول الآية الذهبية الكتابية اللي حفظناها منذ نعومة أظافرنا، يوحنا 3:16. يلا نقول مع بعض كلنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لماذا تفتخر بالصليب؟ لأنه اعظم اعلان عن محبة الله والتقاء الرحمة مع العدل. ثم الامر الثاني، لأن في الصليب لقى الحرية الكاملة. اوعى حد يفكر ان الحرية مرتبطة ببلد معينة او قوانين معينة. العالم كله مستعبد للخطية والإبليس وللدينونة. لكن بولس بيفتخر بالصليب، وإن كان في عنوان لرسالة غلاطية رسالة الحرية، الحرية من الأمور اللي سيطرت عليه وخلته في الريسي وخلته بيقتل. ولما اتعلم عند رجلين غملائيل ما تعلمش غير كل غل وكل حقد وكل ضغينة، اتحرر من الأمور اللي سيطرت عليه العمر كله. علشان كده لقى في الصليب حرية من لعنة الناموس، وده اللي قاله في غلاطية 3:13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. اوعى حد يكون اتولد ولادة جديدة وحد يقول له صلي لك اطلع اللعنة. انت مبارك لما اتولدت ولادة جديدة، اتنقلت من شجرة آدم الى شجرة اولاد الله. عشان كده يكتب في افسس 1:3: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكم بركة، بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. حرية من لعنة الناموس، ثم أيضا حرية من جمال بديع فيلبس عبد الملاك اللي وصلني لآدم الشجرة الملعونة. يا أحبائي، كيان الإنسان فاسد من جوه، مليان فساد، وعلشان كده لا ينفع فيه دين ولا ينفع فيه أخلاق ولا ينفع فيه أدب ولا ينفع فيه قيود. لكن الحكاية كلها هذا الكيان الفاسد الموروث من آدم يتم إعدامه في الصليب، عليه حكم إعدام. وهو بولس اللي قال في غلاطية 22، حد يقول معايا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. اتخلصت من نفسي، اتخلصت من قرفي، اتخلصت من عاداتي، اتخلصت من شهواتي، اتخلصت من كل اللي ورثته من آدم. مش ممكن حد يخلصني منه إلا الاتحاد القلبي والروحي مع رب المجد يسوع على الصليب. شاول اللي أصبح بولس يفتخر بالصليب كعلاقة شخصية، مش دين خده من بابا وماما، مش دين كل الجماهير ماشية فيه، لكن دي علاقة شخصية بدأت في الطريق إلى دمشق. واتصلب شاول اللي طلع البطاقة بتاعته في تيموساوس الأولى 1:13، وقال: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، لكنني رحمت إذ فعلت بجهل في عدم إيمان. يا أحبائي، خلينا وإحنا بنصلي لأجل أولادنا وبناتنا، أزواجنا، زوجاتنا، جيراننا، حبايبنا، نثق إن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. يقدر يغير. شاول يبقى بولس؟ أيوة، شفنا وسمعنا وبنسمع وهنشوف.
عن ناس كانوا ضد الصليب لكن دلوقتي بيعشقوا الصليب. يا سلام على الأخت اللي مسكت الصليب اللي على صدر مراتي وقالت له امتى احطك على صدري وامشي وافرح بيك. يا احبائي ما اعظم قوة الصليب، ما اعظم عمل الصليب. لا قوة شيطانية ولا قوة دينية ولا قوة اخلاقية تقف قدام هذه القوة الفعالة المغيرة لكيان الانسان. لماذا يفتخر بالصليب؟ اعلان محبة الله، خلص من لعنة الناموس، خلص من ذاته، مات مع المسيح على الصليب. علشان كده زي ما سمعنا يا احبائي سلوكه اتغير، اخلاقه اتغيرت، تصرفاته اتغيرت. يبقى الراجل بيجرح فيه في السجن في اعمال 16 وهيقتل نفسه يقول له اوعى تقتل نفسك، ايه ده؟ ايه هو ده؟ قال ده المسيح اللي فيا، المعجزة ان انا خلصت من نفسي ورب المجد هو اللي يظهر في سلوكي في حياتي. ثم يا احبائي حرية من الخوف، ودي اللي انا بختم بيه. خلي بالكم معايا، العالم كله، الكرة الارضية كلها، كل الدول، كل البلدان في رعب وفي خوف، وليهم حق. ليه؟ لان احنا على اعتاب الاختطاف وبعد كده هيصب الله غضبه على عالم الخطا. العالم خايف، بس بولس بيفتخر بالصليب لان حرره من الخوف. حرره من الخوف لانه المحبه الكامله تعمل ايه؟ تطرح الخوف الى خارج. وده اللي قاله يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 4 وعدد 18. بولس أصبح محبوب ومستمتع بالمحبوب، وزي ما قال الكتاب لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. يا أحبة الدولارات ما تمحيش الخوف، العمارات ما تلاشيش الخوف، الصحة ما تلاشيش الخوف، الولاد والبنات ما يلاشوش الخوف. الوحيد الفريد المجيد اللي يجي يقولك ما تخافش في وعودي ليك ما برجعش هو ربنا يسوع المسيح. علشان كده شاول اللي هو بولس اتحرر من الخوف، اتحرر من الخوف من الشيطان. الشيطان شخصية حقيقية، الشيطان قاسي جدا، الشيطان بيدمر. الشيطان قال عنه الرب يسوع السارق، حد يكمل معايا؟ لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. على الصليب رب المجد يسوع جرد الرياسات والسلاطين. يا حبة على الصليب كان في معركة سرية خفية بين ربنا يسوع المسيح وإبليس ومملكته. على الصليب سحق رأس الحية، على الصليب حقق الانتصار العجيب، على الصليب أعطانا أن نهتف صارخين قائلين شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. حررنا من الخوف من إبليس، حررنا من الخوف من الظروف. الأيام صعبة والأسعار نار وانتشار الشر والخطية والجريمة، أيام مرعبة، لكن المؤمن يتمتع بمواعيد الرب وحماية الرب وأمانة الرب. اسمع معايا كلام الكتاب، يريد تقولها معايا، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه. حد قال كل شيء؟ حتى بيت المؤتمرات. ودي النعمة، ودي البركة، ودي البركة، يملأ الرب بالبركة. مين يقول أمين؟
يقدر في حياتنا كخدام وكلنا كمؤمنين اختبارات لا حصر لها. أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. ما تخافش من الاحتياجات فيملأ إلهي، حد يقول معايا، كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. آخر حاجة يا أحبائي، احنا ما بنخافش من الموت. العالم كله خايف من الموت، العالم مرعوب من الموت، لكن الموت بعد صليب ربنا يسوع المسيح مات، صح؟ الموت ايه؟ مات. رب المجد بموته سدد الحساب. الموت أجرة للخطية، الموت يعني انفصال. على الصليب دفع الأجرة كاملة. عشان كده بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن ايه ده؟ قال انا هنطلع، هطلع، انا في حبس هطلع، بس لما اخلص شغلي هطلع من الحبس ده. وعلشان كده واثق رايح فين، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. دم الشهداء يعلن ان المؤمن اللي اتولد ولادة جديدة وارتبط بالصليب ودع الخوف. خلينا نسكب قلوبنا في محضر الله. هللويا هللويا. وانت مغمض انك عظم الرب اللي دفع الثمن في الصليب. الرب خدنا في رسالة عميقة جدا وبياخد عينينا على الصليب. نفسي النهاردة تعظم الرب كده وانت مغمض، تقول اشكرك اشكرك اشكرك. زي ما قال المرنم، لولا موت الصلب كان فين؟ كانش لينا اي مكان، لا حياة ولا حرية ولا تسبيح ولا رجاء. فعظم الرب، قوله شكرا لأجل الصليب يا رب، شكرا. ده واحدة من تسبيح السماء اللي هنسبح بيها وهنعظم بيها، لأنك ذبحت واشتريتنا. مستحق، قوله أيوة مستحق. عظم الرب معي، يلا يلا عظم الرب، قوله أشكرك. مستحق أنك تأخذ المجد والإكرام والسجود والتعظيم لأنك ذبحت واشتريتنا. هللويا هللويا. فداء في ثمن مدفوع، في ثمن مدفوع، دفع الثمن لأجلي ولأجلك. وانت مغمض عينك بتشكر كده، اشجعك تقول عشاني انا احب قوي، احب قوي تفكر بالطريقه دي، قول لأجلي. وده اللي قاله الرسول بولس، قال لأجلي، قال لأجلي انا. وانا عايز اشجعك تقول ايوه كان لأجلي انا، الصليب ده كان لأجلي انا. مين يقول له شكرا؟ انه كان ده كان مكاني، ده كان مكاني. تعرف ده كان مكانك ومكاني؟ انت مصدق كده؟ عظم الرب. لو مصدق كده تقول اشكرك، عايز اشكرك يا رب، عايز اشكرك يا رب. ده وقت غالي جدا، عينينا تيجي على الصليب ونشوف اللي عمله لأجلنا ونفرح ونبتهج ونطمئن في اسم الرب يسوع. شوف حبك قد ايه، حبني الى المنتهى. قوله شكرا، شكرا انك حبيتني. مين بيقول شكرا انك حبيتني؟ مين بيقول؟ طلع صوت، طلع صوت كده. عظم الرب، عظم الرب. واحده من الحاجات اللي بتنقلك ان عينيك تيجي على الصليب وتفرح بيه كده وتتغنى بفدائه. هللويا هللويا. هو صليبه رفع راسنا لانه خطيه نكست رؤوسنا، خطيه خلت راسنا في الارض، خلتنا في عار، عار الشعوب الخطيه. عظم الرب اللي في الصليب شال العار والخزي مكاني ومكانك، شال العار واداني المجد. هللويا. شال اللعنه واداني البركه. هللويا. مبارك اسمه. رفع راسي، لن امشي منحني الراس، لان يسوع رفع راسي في الصليب. هللويا هللويا هللويا. لولا موت الصلب يا فادي اشكرك، لولا حبك وقت عنادي عند صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول هللويا. لولا موت الصلب
وصلت يا فادي. هللويا. لولا حبك وقت عنادي عند صديقك صوت بينادي صوت يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري. هللويا. انت نوري انت نوري وكل حياتي. هللويا. انت نوري وكل حياتي من كان غيرك يمحي اسامي يحمل عاري وينهي الامي من كان غيرك يشفي سقامي من يخلي القلب يقول من كان غيرك يمحي اسامي يحمل عاري ينهي الامي من كان غيرك يشفي سقامي من يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي اتحمل الصلب بدالي كان الدم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب يقول اتحمل الصلب بدالي التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري و... انا مهما اتكلم الامعان ويرددها بصوت لسان يعجز وصفي وكل كياني يرجع صوت القلب يقول مهما تكلم الأمعاني ويرددها صوت لسان يعجز وصفي وكل كياني يرجع صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي. اخر صلوة قبل ما نختم بتسبيح وقتنا خليني اقول الجملة. الرسالة دي رسالة قوية جدا. احنا بنفتخر بصليب يسوع المسيح. ولا بركة في حياتنا إلا ومصدرها الصليب. ولا بركة ولا بركة. عشان كده الرسول بولس بيقول حاشا لي أن أفتخر، ده مكان افتخاري. ولا بركة ولا بركة. تسمعني؟ ولا بركة. أقول لك حاجة بقى، أسيس هو بيتكلم دلوقتي قال إحنا تباركنا بكل بركة روحية في السماويات، بس أنت مرات مش مستمتع بالبركة دي. تخيل. بس حقك، ركز معي، حقك. الحاجة دي بتاعتك بس انت مش مستمتع بيها، وده حاجة صعبة قوي انك تفقد استمتاعك ببركات مدفوع تمنها. يعني حد مديك هدية مدفوع تمنها وانت ما استخدمتهاش. تخيل. كل البركات مدفوع تمنها في الصليب، وانا وانتو بناخدها مجانا، ما دفعناش ولا مطلوب ندفع حاجة. بس لو ما مديتش ايدك وخدتها تقعد مفقودة بالنسبة لك. هي مدفوعة تمنها بس مفقودة بالنسبة لك. خايف. سمعت النهاردة الوعظة بتقول ايه؟ يسوع حررنا من ايه؟ خوف. دي عبودية. طب انت لسه خايف؟ تقولي اه. اقولك ليه تروح كده؟ ليه تروح كده؟ تعرف انه دفع تمن احزاننا؟ ليه تروح كئيب؟ تعرف انه دفع تمن حريتنا؟ ليه تروح وفي حاجه مستعبداك ودايسه على راسك؟ ليه؟ مدفوع تمنها. مد ايدك خد، قول اؤمن وامتلك.
أنا مش عاد أقول بقى أسماء البركات بس كلها السلام رجاء مدفوع تمن. غمض عينيك معايا في الدقيقة دي يلا عشان عايز أصلي معاك في الدقيقة. غمض عينيك إنه أي حد هنا فقد أي بركة من دول ما تروحش وإنت فقدها في اسم الرب يسوع. ما تروحش وإنت فقدها في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع. أصلي دلوقتي لو أنت في أي حاجة ربطك ويسوع دفع ثمن حريتك ما تروحش مقيد. لو مقيد بخوف مقيد بخطية الرب يحررك الآن باسم الرب يسوع المسيح. صليب يسوع دفع ثمن حريتك. نفسي حد لو أنت قاعد عارف تصلي إزاي تقوله لأنه دفع الثمن من حقي أختبر حرية دلوقتي. من حقي ما روحش زي ما انا. يلا يلا الاجتماع ده عشانك انت شخصيا عشانك انت شخصيا. يلا قول انا مش هروح زي ما انا. حزين ما تروحش بحزنك، خايف ما تروحش بخوفك، ضعيف ما تروحش بضعفك، مقيد بخطيه في خطيه معينه مستعبداك مش عارف تبقى حر منها ما تروحش مقيد بيها. حريه باسم الرب يسوع. يسوع راح للصليب ودفع ثمن حريتك. الرب يطلقك النهاردة، يكسر النير من عليك النهاردة، يفك القيد على حياتك. ما تروحش السلسلة دي عليك أبدا باسم الرب يسوع المسيح. تسقط هذه السلاسل الآن، تروح حر من هذا الاجتماع. دايس تحت رجليك على كل حاجة استعبدتك وزلتك وكسرت نفسك وخلتك في انحناء، لأن النهاردة في حرية في صليب يسوع المسيح. عايز أعظمه لأنه دفع ثمن حريتي. لا مخاوف تستعبدني. من يرفع إيده يقول معايا لأن دي حاجة إحنا تعودنا عليها ونفسي أقول لك ما تتصالحش مع الخوف. ارفع إيدك قول الخوف ملوش مكان في حياتي لأن يسوع دفع ثمن حريتي في الخوف. لن أكون عبدا للخوف، لأن أكون عبدا للخوف والانزعاج والاضطراب، لأني أؤمن أن إلهي حي، لأني أؤمن أن إلهي مسؤول عني، لأني أؤمن أن إلهي ماسك زمام حياتي، لأني أؤمن أن رب يقود سفينتي، لأن رب في وسطها فلن تتزعزع، لأن رب يقود حياتي من مجد إلى مجد. أنا أرفض المخاوف تسيطر على حياتي باسم يسوع. لا عبودية للكتاب، لا عبودية باسم الرب يسوع لأحزان، لا عبودية للخطايا، خطايا سجاير شيشة مخدرات نجاسة باسم الرب يسوع المسيح. نار الله تحرقها دلوقتي لأن يسوع دفع ثمنها في الصليب. حرية باسم الرب يسوع، حرية باسم الرب يسوع. لا محدش يروح يا رب مقيد من هذا الاجتماع باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع. حتى لو بقالك سنين صليب يسوع غير شاول إلى بولس يغير الآن باسم يسوع. هللويا. كلمة الصليب جهالة لكن عندنا نحن المخلصين هي قوة الله، قوة الله، قوة الله، قوة الله اللي تحرر النهاردة في اسم الرب يسوع. أي قيود كمان العدو رماها عليك، أي قيود على النفس هنا باسم الرب يسوع. أنا مش عارف متشجع كده أختم بالقوة دي. ارفع إيدك بسلطان معايا وقول أشكرك لأن في الصليب الدفع ثمن حريتي. أرفض أي قيود خطايا، أرفض أي قيود شيطانية، أرفض أي قيود على الذهن، أرفض أي قيود على المشاعر، أرفض أي قيود على الجسد باسم الرب يسوع المسيح. حرية لأي قيود الآن الآن الآن. تسقط 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 كل قيود الآن. سلاسل تقع في هذا الاجتماع باسم الرب يسوع. خطايا تفقد سلطانة عليك، تروح حر باسم الرب يسوع، حر باسم الرب يسوع. دم الرب يطهر ويقدس النهاردة في الصليب. لينا حق حرية من أي قيود، من أي ربط، من أي أحزان، من أي مخاوف، من أي انحناء باسم الرب يسوع. هللويا 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 هللويا. يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوب لا تخافي، ربك هو ماشي بك فوق راس الشياطين. يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوب لا تخافي، ربك هو ماشي
ماشي بيكون فوق راس الشياطين أبطل عز الموت كي ترفع راسك يا مسكين قدوس الحي القوي علي صوتك والأمين أبطل عز الموت كي ترفع راسك يا مسكين قدوس الحي القوي علي صوتك قول آمين يا محبوب ما تخافش يا محبوبة لا تخافي ربك هو ماشي بتفوق راس الشياطين افرح بالحي الأبدي قول للموت مفتاحك فين غلبك وكسر شوكتك لي والهوية تحت القدمين افرح بالحي الأبدي قول للموت مفتاحك فين غلبك وكسر شوكتك لي والهوية تحت القدمين يا محبوب ما تخاف شي يا محبوب فوق راس الشياطين عشنا عبيد للخطيئة علشان من الموت مرعوبين بالموت أبد القوي وحرر كل المأزورين عشنا عبيد للخطيئة علشان من الموت مرعوبين بالموت أبد القوي وحرر كل المأسورين يا محبوب ما تخافي يا محبوبة لا تخافين ربك هو ماشي بك فوق راس الشياطين اسكن في صدر العالي وانشد ويا المتكلين ماذا يصنع إنسان بي هو الملجأ والمعين أسكن في ستر العالي وانشد ويا المتكلين ماذا يصنع إنسان بي هو الملجأ والمعين ما تخاف شيء لا تخافين ربك هو ماشي بك فوق راسي انفض خوف الأعدي وارفع رايتي الغالبي اسم الرب إلى أبد الأبدين انفض خوف الأعدي وارفع رايت الغالبين اسم الرب يسوع الحي إلى أبد الأبدين يا محبوب لا تخاف شيء يا محبوب لا تخافي ربك هو الماشي بك فوق راس الشياطين وإن عيارك العتي كله بسلاح اليقين محبوس اليوم في يدي لا سلطان لك على بني إن عيارك العتي كله بسلاح اليقين محبوس اليوم في يدي ولا سلطان لك عالبدين يا محبوب ما تخاف شي يا محبوب لا تخافين ماشي بك فوق راس الشياطين إن عيارك العتي كله بسلاح اليقين محبوس اليوم
لا سلطان لك علباني. العدي كله بسلاح يقين محبوس اليوم في يدي. لا سلطان لك علباني. هو الماشي الشياطين انفض خوف الأعدي وانشد الغالبين. اسم الرب يسوع الحي إلى أبد الأبدين. انفض خوف وارفع رايه الغالبين. اسم الرب يسوع الحي الى ابد الابدين. يا محبوب ما تخاف شيء. يا محبوب لا تخاف فيه. ربك هو ماشي بك فوق راس الشياطين. يا محبوب ما يا محبوبة لا تخافي. ربك هو ماشي بك فوق راس الشياطين. هاليلويا 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 هاليلويا. فخورين بيك، فرحانين بيك. ما أحلاك، ما أمجدك، ما أعظمك. شكرا شكرا على اللي صنعته لأجلنا. شكرا لأجل صليبك. شكرا لأجل فدائك. شكرا لأجل الحرية. شكرا لأجل الفرح. شكرا لأجل الرجاء. شكرا لأجل المجد. شكرا لأجل النور. شكرا شكرا يا رب. بنحبك، فخورين بيك، وهنفتخر بصليبك إلى مجيئك القريب لتجمع كنيستك عروستك حواليك، ونراك وجها لوجه ونفرح بيك إلى أبد الأبدين. ما أمجدك. شكرا شكرا شكرا. باسم الرب يسوع تختم بالبركة على كل إعلان، كل لمسة، وعظمك في هذا الاجتماع. أمور أبدية صنعتها. أؤمن يا رب، أؤمن بالحرية اللي صنعتها، أؤمن بالشفاء، أؤمن بالقوة اللي خرجت منك، أؤمن بالرسائل والكلمات النبوية اللي صنعت أمور عميقة في أرواح شعبك. في اسم الرب يسوع. أمين أمين أمين. هللويا هللويا.